هذا مو خان المدلل، هذا كان مسرح اسمه مسرح الهلال، غنت فيه السيدة أم كلثوم 1946، غنت فيه السيدة أم كلثوم، كان مسرح الهلال، غنت فيه أغنية سليمة مراد قلبك صخر جلمود، وغنت فيه بغداد ويا قلعة الأسودي، وأغنية الرشيد اسمها. وبعدين بالنظام السابق كانت البيوت القديمة تهدم على مود يسووها بناء حديث، بس هو نفس البناء، يعني هنا دلق بغدادي وما دلق بغدادي، وصار هسه مركز للتحفيات، يعني هو حلو هذا على مود الناس تعرف تراث العراق، تراث بغداد، التحفيات اللي يحتفظون بها أهل بغداد كانوا حلوات، يعني البغدادي كان يضم النحاس ويضم الفرفوري والبلور والقزاز والفضة، كانت حتى العروس يلبسوها قبقاب فضة، هاي الناس كانت يعني العراق كان متميز يعني بصراحة، ولحد وإن شاء الله يبقى متميز. احنا ايش قد ما تتمدلنا يد الغدر الأمريكية والصهيونية، إن شاء الله العراق يبقى عزيز وطيب بأهله وبناسه، يعني هذا يعني مركز بغداد، يعني حتى سألوا الأمريكان قالوا لهم مركز بغداد، قالوا لهم مو هذا اللي يسموه هسه خان المدلل، فإجا النظام القديم بلش من بناية قديمة إلى سواها قديمة على شكل حديثة، يعني نظفها ورتبها واشتغلون بها أهل التحفية. هواية اهمالات، والاهمالات تدري شلون تصير؟ انا اقول لكم شلون. اي واحد دا يشتغل للبلد يجي مثلا يباوع، هو يشتغل بموادي العاصمه يباوع، هاي البنايه الايله للسقوط، هاي بنايه ايله للسقوط، ويا ساعه توقع على راس العالم خطيه، فالمفروض يفلشوها يحسنون بتراث بغداد. يعني هسه بيروت ذاك اليوم اكو مناطق كلش تعبانه، اجي هذا سعد الحريري سواها مراكز سياحيه، هاي مراكز سياحيه، هذا هسه اقدر افلشه واسوي متحف، يجي الطفل بقد هذا الولد عمره 10 سنين 15 سنه يباوع التراث العراقي، لانه احنا تراث ما منا تراث، احنا عندنا قوميات هوايه، موصليه بابليه، يعني اشكال المواطنين اللي ساكنين اكثرهم يعني عندهم فلكلور خاص، احنا نمتلك حوالي 12 فلكلور بالعراق. خان المدلل يعتبر من المناطق القديمة في مدينة بغداد وفي منطقة الميدان بالتحديد، ويعتبر من أهم المناطق التراثية، في حتى يعني مذكور في الخريطة السياحية لمدينة بغداد. وبالأصل هذا كان خان يرتاده الناس اللي تجي من خارج بغداد، يعني المحافظات البعيدة تجي هنا ترتاح وتذب متاعها وتبات بيه وتتبض، يعني تاجر تبيع اغراضها وتشتري اغراض اللي ما موجوده بمحافظاتها. بمرور الزمن تطور هذا السوق واصبح مكان لبيع الانتيكات والتحفيات التراثيه اللي يستعملها الشعب العراقي
والعرب بصورة عامة، ويعتبر يعني من أهم المناطق اللي موجودة في مدينة بغداد لبيع التحف والسجاد والمحابس والمسابح واللوحات والأخشاب القديمة وجميع الشغلات التراثية اللي موجودة في بغداد والمحافظات. أما بالنسبة للرواة يعني ارتاد هذا السوق يعني جميع شرائح المجتمع، الناس المثقفة، الناس اللي تحب تعرف تاريخها وتاريخ آبائها وأجدادها، فتجي هنا تتفرج وتتبضع وتشوف الشغلات القديمة اللي متوفرة عندنا، ويحوي هذا فد مجموعة كبيرة من الأغراض اللي يعني تتعدد بها النوعيات، يعني مثل ما ذكرنا بأنه إذا كانت أخشاب أو سجاد أو كهربائيات قديمة أو لوحات أحجار، يعني كل ما هو قديم وتراثي تلقاه في هذا السوق. والله بالتأكيد بالنسبة للحركة التجارية بالماضي أحسن من هسه بسبب الظروف الاقتصادية اللي يمر بها البلد أو العالم بشكل عام، بس يعني الحمد لله يعني إذا تتجدد الشباب يجددون أفكارهم ويحاولون يرتادون هيك أسواق ويعرفون تاريخ آبائهم وأجدادهم، والحمد لله الحمد لله يعني أكو أفضل إن شاء الله. والله تحفيات قديمة نقتنيها احنا ونشتريها من العالم ونخليها بالمحل، وهذا خان المدلل. خان المدلل سوق قديم يحتوي على التحفيات كلها الشرقية والغربية، وعندك الشغل العراقي القديم مميز يختلف عن الشغل السوري والمصري والتركي، فالشغل التحفيات نادرة العراقية. والله الرواد يدور السلعة الحلوة الزينة المميزة، الدلة الزينة، اللقن والبريق الزين، السيف، المسهريات، السماور، عندك اللقن والبريق، السماورات، عندك الصوبات القديمة تكون عليه، المسجلات القديمة، الجراندق، الفليبس، هاي احنا تتداول بعملنا والناس تسأل عليها ومقتنيات تشتريها. والله مو السوق، وانما البنايه بصفها هي تعبانه وهائله للسقوط، بس بالنسبه للخل المدلل يعني هذا شيء بال 91. هذه المناطق هي مناطق بغداد القديمة، وأساساً هي كانت بغداد قبل أن تتطور وتكون بعد ثورة 58. البناء في مناطق بغداد، كانت بغداد هي هذه بغداد، يعني هذه لها يعني طابع جميل في نفوس العراقيين والبغداديين تحديداً.
يرتاد هذه المناطق يعني مختلف الطبقات ومختلف الأعراق في العراق، خصوصا يوم الجمعة. هذا الخان اسمه خان المدلل. التسمية يعني إذا أريد أشرح لك عليها تسمية طويلة طبعا، بس إلها يعني هذا المكان دائما إلى روادة في الأنتيكات، الأجهزة القديمة. أنا تحدثوا لي يعني أهلي كبار السن، منهم من رحل ومنهم من بقي لحد الآن، يتكلم لي عن هذه المناطق، مناطق بغداد القديمة، خان المدلل، شارع الرشيد، شارع المتنبي. هذه المناطق الجميلة التي رغم السنوات الطويلة، رغم البناء القديم، لا زالت جميلة في أعين العراقيين والبغداديين. هذا تراث يا عمي، قبل انا ما اصير بالدنيا انا ما سعيه مواليد 41 تقريبا، 40 80 سنه عمري. هو قبل ما انا اجي للدنيا هو هذا شغلته تحفي ومخصوص للبغداديه. قبل كان قبل البغداديه هو على شارع الرشيد، هسه وقت الحاضر اندفن ما له قيمه. قبل كان اجانب تجي لهنا تشتري منها اغراض، الوقت مو خوش وقت عمي، وتقطع والناس تخاف من الاشياء اللي تصير عندنا هنا بالخان. قبل كان عند بغداد شارع الرشيد وهذا الخان كله محتوي على اشياء تحفيه. صرت الدول اللي تجي الحكومه مالتنا هي فقدتها، ماكو التزام بالماده مالتهم. اي حكومه تجي يروح لهذا، ماكو اهتمام للدولة إله، لو اهتمام إله للدولة كان صار جنة العراق. كل واحد يمشي على طريقته الخاصة، أجي أتونس فيه. دينة الحياة هو هذا وشارع الرشيد بالعراق. هسه اندفن، ماكو سلطة للداري التراثي. كان هذا وكان شارع المتنبي وكان القضايا الملوكية القبيل، هسه ماكو منها. قبل كان لها لهم خاصة للناس، هسه أكثر الناس ما تجي تخاف، الوضع مو خوش وضع. فهذا السوق يعني اصلا انا كان عندي محل هنا بالميدان بالتسعينات، يعني بدايه التسعينات، فما كان هذا السوق موجود، يعني خان المدلل ما كان موجود. فهاي العماره نشات يعني بال 1990 كذا، يعني هالفتره هذه. فبنت على شكل محلات طبعا، ومحلات يعني متقابله وحديقه في وسطها، زين. وبدت هاي المحلات بس خاصة للأنتيكة يعني. فهنت شوف يعني هاي الأنتيكة هي من أول نشوء هاي العمارة يعني. والسوق هذا هو سوق التحف والأنتيكات، هو نقدر نقول فد وثيقة تاريخية هاي، وفد معلم حضاري دائما يرتقي به العراقيين. يعني إذا يريد يشوف حضارته يجي الخان المدلل، يجي للمتنبي. يعني هاي هي كلها أسواق يعني كلها مهتمة بالثقافة وتحتوي الموجودات الثقافية. فالشعب العراقي والمثقف يجي يكمل ثقافته من خلال الصور اللي يشوفها،
عن التاريخ، عن المعلم اللي هو بخياله وبدماغه مثلا عن الحضارة الإسلامية. راح يشوف هذا مثلا عندنا أواني، اكو أواني مشتغلية بالعصر العباسي، اكو أواني مشتغلية بالعصر الصفوي، بالعهد العثماني، يعني هاي هالشكل يعني. فهاي يجسد لك حضارة متسلسلة. فهذا الخان المدلل يعني. بالنسبة للحكومات بشكل متسلسل يعني، ما شفنا مسؤول اجى يهتم بهاي الحضارات نهائيا، ولا تفقدها، ولا ممكن يعني، بس يمكن بس شغله واحده انه المتنبي كان عندهم اهتمام به، المسؤولين جزاهم الله خير باقه المتنبي حدثوه، يعني صلحوا الاضرار البيئة على شكل سقائف. اما المدلل، اما الميدان، هو يعني مو ذاك الاهتمام به، ذاك الاهتمام به زين. وهاي بعدين هسه بين المدلل، يعني بين سوق المدلل وبين المتنبي، هناك الكثير من الابنيه الاويه للسقوط، وحتى هم يعني خالين عليها اشرطه انه يشعرون الناس انه هاي راح تسقط. يا ريت ونتمنى انه هذه ايضا يسووها معالم حضاريه وتكمل من المدلل، من ساحه الميدان الى المتنبي، ويكون سقف واحد وسوق واحد، وخلي متنفس هسه هو للعالم العربي. يعني هسه اي وفد عربي يجي يروح للمتنبي، بينما هذا تكون هاي كلها مفتوحه على القشله، على المتنبي، على المدلل، وتصير سوق واحد وكلها ثقافه وكلها معالم وكلها، يعني حتى يبين حضاره العراق. حضاره يعني العراق هي اول حضاره بالكون، هو ما هبط نبي الله ابراهيم هنا واحفاده. نحب نوضح انه هاي المكانات اللي بالميدان، بالاخص هاي البنايه اللي ورايا اللي هي خان المدلل، سابقا كانت جازينو ليالي بغداد او ملهى ليالي بغداد، غنت به مطربات عديدات، يعني من ضمنهن ام كلثوم، السيده ام كلثوم مطربه الشرق، وغنت مطربات عراقيات هنا. المكان قديم بس هو يعني من آل إلى السقوط، ويعني المكانات شوية ضعضعت، قاموا بترميمه وحفاظا عليه سموه يعني خان المدلل. وخان المدلل هو محلات مال الأنتيكات، أنتيكات القديمة والأنتيكات الجديدة، أكو أنتيكات قديمة. البغداديين يجون لهذا المكان، عادة يجون لهذا المكان اللي يدور على زوالي، اللي يدور على نحاس، اللي يدور على طوابع، اللي يدور على مسكوكات، اللي يدور على سيوف، دلال، هاي كلها موجودة هنا بالسوق وخارج السوق، وخصوصا يوم الجمعة. يوم الجمعة يعني الناس المتجولين يعني هنا يجون يفتحون يبيعون غراض أشكال وألوان، لكن بالأخص هذا الخان هو خان قديم، والبغداديين يجون عليه لأنه هواية شغلات موجودة به. أهميته أنه يعني مكان قديم، مكان قديم وبه الشغلات القديمة اللي يردوها البغداديين. يعني هسه أكو سدارة مال الملك فيصل اللي كان يرتديها الملك فيصل، هسه صارت تقريبا برقتين أو أكثر. واكو سدارة مثلا جديدة ب 10,000 و 15,000 دينار، اكو سيف قديم مثلا من العهد العثماني، مقتنيات كلش قديمة، الدلال هاي القديمة، فيكتسب الأهمية مالته لكون الحاجات مالته قديمة، والجناية القديمة هم اللي يجون على هذه الشغلات. طبعا
حاليا خان المدلل يعتبر يعني المحلات او السوق الوحيد ببغداد اللي يضم جماعه اهل العنتيكه اهل التحفيات. هنا واحد واكو بالعلويه واحد. بس في العلويه اجاراتها غاليه يعني تكون البضاعه السلعه مالتهم غاليه كلش، هنا اجارات رخيصه البضاعه تكون رخيصه. فهو هذا يعني اليوم هذا السوق المتنفس الوحيد بالنسبه للعوائل العراقيه. جميع العوائل تجي اللي تريد تشتري فرفوري، تريد تشتري بلور، تريد تشتري تحفه قديمه، سيراميكا، يجون لهنا للسوق لوحه، يجون للسوق قطعه فضه، يجون للسوق هنا ياخذ. ما شاء الله محلات فوق فوق وجوا اكو محلات واسعار تنافسيه، اللي يعجبه يبيع واللي ما يعجبه ما يبيع. يعني الاهميه هو مثلا بغداد القديمه، تعتبر بغداد القديمه، العالم من تجي تزور بغداد القديمه، المدرسة المستنصرية، سوق الصفافير، المتحف البغدادي، خان مرجان، القشلة، ذي المناطق القديمة هو ضمن مناطق القديمة، لأن حتى سوق الهرج هذا من امتداد لسوق الصفافير هذا في الفترة العباسية، كل يتذني في الفترة العباسية، وجوي براهم الجو العثمانيين هم طوروا وبنوا أكثر الجوامع هنا، المقر مال الحكومة العثمانية، كل شيء تخطر على بالك يبابي. ان كان تحفيات او ان كان حديث او كان قديم. شو اسعاره مناسبه، مو اسعار غاليه مثل بالكراده وبالعلويه اسعار مناسبه. عوائل تجي وكلهم الناس على باب الله وقدامى هالمصلحه يفتهمون كل من يعني عايشين من هالعوائل. Thank you.